وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون فبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَ أتى أَخِيهِ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح فعسى الله أن يأتي بالفتح أو امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أنفُسِهِمْ نَادِمِينَ